إذا بدنا نحمي صغار المودعين ونحمل المسؤولية للمصارف وكبار المودعين، إذا بدنا توزيع منصف لخسائر القطاع المصرفي وتحديد واضح وشفاف لهالخسائر، لازم قانون طارق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي يكون عادل ويكون من القضايا الأساسية. هذا القانون عم بيطلبه صندوق النقد من المجلس النيابي قبل أي تفاهم نهائي مع لبنان، لأنه من أصل 100 مليار دولار من ودايع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية صار مختفي 73 مليار دولار، وهن خسائر تكبدها القطاع المصرفي. بس صندوق النقد منه ضمانة إنه هالقانون رح يكون عادل، والكرمال هيك شغلة نواب التغيير يطالبوا بقانون عادل. شو لازم يتضمن هالقانون؟ كخطوة أولى، تدقيق لميزانيات المصارف لتحديد الخسائر بشكل أدق وأوضح. 2. تحديد المعايير يلي على أساسها في مصارف رح تتسكر وغيرها تندمج بمصارف تانية، وليلي رح يبقوا القانون كمان بيحدد معايير إعادة الرسملة. 3. تحديد أشكال لفرز الودائع المتبقية بالنظام المصرفي. يعني ببساطة، هيدا القانون بيحدد الخسائر وبيرجع بعيد هيكلة القطاع، وبعدين بعيد توزيع الودائع بطريقة عادلة. وفي كتير احتمالات لكيف ممكن هالقانون يعيد توزيع الودائع، بس قبل ما نقدر نفوت فيهم لازم يتم إقرار الحاجة لهيك قانون من الأساس، وبعد في كتير مصالح ضده. القانون بعد ما انبعت من الحكومة على المجلس النيابي بعد قيد التحضير، جمعية المصارف ما كتير محمسة على القانون. هي أساساً ضد مبدأ إعادة الهيكلة القصرية، يعني ضد تنحط قوانين بتجبرها تحدد الخسائر وتتعامل معها. بتفضل تكفي بنفس طريقة الشغل يلي صار لها من سنتين لهلأ ماشية فيها، ألعاب حسابية حتى ما تعترف بخسارتها، تعاميم من مصرف لبنان بتسمح بتسديد الودائع بأسعار صرف واطية، خلق نقد لدفع الودائع بالليرة حتى لو ضربت قيمة العملة المحلية، وتعاميم بتنفخ الميزانيات بشكل مصطنع لتكبر الرساميل على الورقة والقلم. والجمعية عندها نوابة، اللوبي المصرفي بمجلس النواب الضاغط باتجاه حماية مصالح أصحاب المصارف، ويلي رح يحاربه تهيك قانون ما يقطع أو تيتشوه. ما في اتفاق مع صندوق النقد بلا هالقانون. صندوق النقد بيعرف أنه عدم معالجة الخسائر بشكل جذري بيعني أنه لبنان ما رح يكون عنده قطاع مالي سليم بالمستقبل. بس الاتكال ما في يكون على صندوق النقد، لأنه العدالة مش بالضرورة من أولوياته، وممكن يساوم لأسباب سياسية. فضروري بالمجلس الجديد يكون في كتلة نيابية رح تواجهه تتفرض قانون عادل، يعني تواجهه لتفرض تحديد للخسائر وتفرض معايير لإعادة هيكلة المصارف وإعادة توزيع الودائع بطريقة عادلة. لينا بخير، لينا بخير، لينا بخير، لينا بخير.